جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأحساء رمزت إلى اسمها بالحروف ها صاد ميم، تقول إنها سيدة مصرية وتقول إنها أم لأربعة أطفال. إذا مرض أحدهم أقوم بالرقية الشرعية له، وذلك عن طريق قراءة الأذكار من كتاب ديني يسمى الرقى من الكتاب السنة. هل تجوز هذه الرقية أم لا بد من راق شرعي؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون ما ذكر في هذا الكتاب صحيحا وثابتا عن الله ورسوله. أنا لا أعلم عن هذا الكتاب هل هو صحيح أو ما هو صحيح، لأن هناك كتب خرافات، ولا سيما الكتب التي تعد للرقية والعلاج كثيرا ما يدخلها التخريف والكذب أو الشرك والعياذ بالله. فلا بد أن يكون هذا الكتاب صادرا عن عالم موثوق. نعم.